السلام عليكم الخوات ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غنهضروا كما شفتوا في العنوان كما شفتوا غنهضروا على اعداء الاوس بيلونغ. شكون هما هاد الاعداء الاوس بيلونغ وتعرفوا شنو كيديروا بزاف ديال الناس اللي باغيين يديروا اوس بيلونغ. قبل ما نبداو في الموضوع بغيت نقول لكم اسمح لي على الكومونتير، ما بقيتش كنجاوب عليهم بزاف، يعني ما بقيتش كندخل اليوتيوب بزاف وهاد الايامات اللي غبرت ما بقيتش كنحط الفيديوهات. راكم عارفين مع هادشي ديال الكورونا وهادي بزاف ديال القنصليه حبسه اللي غنهضروا عليها، حتى القنصليه نعطيكم عليها معلومات، والقنصليه زعما حابسه، الحدود مسدودين، بزاف ديال الحوايج، يعني تقريبا بحال ما كاينش الجديد في هذه القضيه ديال الاوس بيلونغ ولا الهجره بصفه عامه. ما كاينش فيها تقريبا الجديد بزاف، داكشي علاش ما بقيتش كندير فيديوهات بزاف، حتى ان شاء الله تتقاد الامور ثاني ونجيب لكم تكون حاجه جديده كنهضر فيها. المهم اول نقطه بغيت نهضر فيها كما قلت لكم هو اعداء الاوس بيلونغ. اعداء الاوس بيلونغ كاين بزاف ديال الناس. شنو هما هاد الاعداء الاوس بيلونغ؟ هما الناس اللي ما كيبغيوكمش انكم تجيو، سواء الناس اللي كاينين في المانيا، كاين ناس في المانيا اللي ما كيبغيوش الناس انهم يجيو من المغرب، والناس اللي كاينين في المغرب اللي ما قادرينش انهم يجيو، ما عندهمش الشروط ولا بزاف ديال الحوايج، ولا فات عليهم الحبل بزاف ديال الحوايج وما كيبغيوش ناس اخرين انهم يجيو، فهمتوني؟ كاين بزاف ديال الناس. هاد الهضره كنقول لكم راه ماشي كنقول لكم زعما راه ممكن ولا احتمال ولا هادي، لا هادي كاينه، هادي هضره بصح، وانا عارف كنقول لكم كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيوش الناس انهم يجيو، سواء الناس اللي كاينين في المانيا ولا الناس اللي في المغرب، سواء الناس اللي في المانيا وخدامين وبوراقهم وكلشي وما كيبغيوش الناس يجيو من المغرب يجيو بالاوس بيلونغ. داكشي علاش كيصعبوا لكم بزاف ديال الحوايج. كاين بزاف ديال الناس كتشوفهم كيهضروا على اوس بيلونغ كيقول لكم الكومونتيرات ولا في التعاليق ولا في جروبات ولا بزاف ديال الحوايج، كيكونوا بزاف ديال الناس اللي كيهضروا على اوس بيلونغ يا اما ماشي مزيان ولا شي وحدين اللي كيبقاو يعطيو افكار غالطه على اوس بيلونغ ولا بزاف ديال الحوايج. اوس بيلونغ فهي سهله وما تسوقوش الناس اللي كيقول لكم بزاف ديال الحوايج على اوس بيلونغ انها ما مزيانهش وهذه وهذه. ممكن انهم يكونوا صعوبات في الاوس بيلونغ في الخدمه، يعني انهم يكونوا صعوبات، ولكن الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو انه كاين بزاف الناس اللي ما كيبغيوكمش انكم تجيو لالمانيا عن طريق الاوس بيلونغ، ماشي غير عن طريق الاوس بيلونغ، راه ما كيبغيوكمش تجيو لالمانيا عن طريق الاوس بيلونغ ولا بزاف ديال الحوايج ما كيبغيوك يكونوا اعداء نجاح وصافي. المهم هذه النقطه اللي بغيت نهضر لكم فيها الاولى، لانني شفت بزاف الحوايج واضطريت انا نقول لكم هذه الهضره باش تردوا بالكم، لان الناس كيكونوا معولين انهم يديروا اوس بيلونغ. الناس بزاف، انا هادشي هذا كنشوف من عند الناس اللي كيهضروا منكم معايا في الانستغرام. في الانستغرام كنحاول انني نجاوب بزاف الناس، كاين بزاف الناس اللي ما كنجاوبهمش وكنجاوب، راه ديما كنحاول انني نجاوب كلشي، ولكن بعض المرات كنجاوب المره الاولى المره الثانيه وفي الاخر كيبقاو الميساج بزاف وما كنبقاش ما كنقدرش انني نجاوب بنفس الشخص. ممكن كنحاول نجاوب على الاسئله الاولين، كنحاول انني نجاوب، بعض المرات كيتكسروا اسئله بزاف ما كنقدرش انني نجاوب. ومن هادشي هذا شفت بزاف ديال الحوايج بحال هكا اللي بزاف الناس كيكون عندهم واحد الطموح باش انهم يضيعوا الفلوس، قراو اللغه، عندهم الباك، عندهم بزاف ديال الحوايج، وفي الاخر كي صافي ما كيبقاوش باغيين يديروا اوس بيلونغ. علاش؟ كيكونوا غير سمعوا شي هضره. لا راه شحال اللي قلت لكم في الفيديو اللي فات، واخا كورونا واخا الحدود مسدودين واخا هادي واخا هادي، حاولوا انكم هاد الوقت هذا حاولوا انكم تستافدوا فيه وتقراو فيه اللغه. والحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه للقنصليه، كما عرفتوا انتم القنصليه تزادوا شويه في المواعيد. علاش زادوا المواعيد؟ لان القنصليه راه خدامه، القنصليه واخا حابسه على لا جيزي قال لي شي ورقه تجي دير هذه تجي دير هذه، داكشي علاش حابسه. اما الناس راه كيمشيو كياخذوا الفيزا ديالهم، والناس كيمشيو وكيحطوا الطلب ديالهم، حتى الطلب راهم كتحطوا. علاش؟ لان القنصليه دابا مع هادشي ديال كورونا وكتكون ديك مسافات الامان وهادي، يعني هما كانوا كيكونوا بحال دابا كيجي 20 واحد مختلفين، 20 واحد كيجي للقنصليه في النهار اللي عندهم الناس اللي عندهم المواعيد، سواء غيجيب اوس بيلونغ سواء قرايه سواء زواج سواء اوبر سواء اي حاجه كاينه، كيكون حنا نقول واحد الاقتراح ديال 20 واحد كيجيو، كتكون ديك لاصال لداخل فين كيتسناو الناس كتكون عامره تما. هما بسبب هادشي ديال كورونا يعني خصهم يخليوها خاويه، يعني يكونوا غير ربعه ديال الناس اللي كاينين تما لداخل باش تكون ديك مسافه امان بيناتهم، ولا ست ناس ولا جوج ولا ما عرفتش شحال خصو يكون من واحد. داكشي علاش المواعيد كيتعطلوا بزاف، ولكن المواعيد راهم كيجيو الناس، والفيزا حتى هما راه كيخرجوا الناس، واخا الحدود راه مسدوده حتى شهر 7 وقيلا عاد غيتحلوا الحدود ما عرفت هادي، ولكن القنصليه راه خدامه. هادشي اللي خصكم انكم تعرفوا بان القنصليه خدامه، التكاوين كاينين، واخا بالنسبه لهذا العام دابا هذا شهر 6 شهر 8 ما بقاش بزاف، كاين الناس اللي عاد كيقلبوا على التكاوين. هو من المغرب كتكون دابا صعيبه لانه مشكل ديال الترمين، ولكن كاين داك القضيه ديال الترمين، التسريع ديال المواعيد اللي كنت هضرت عليها في واحد الفيديو اخر، كاين داك التسريع ديال المواعيد الناس ديال اوس بيلونغ والناس ديال داك القانون الجديد اللي يلا خرج دابا مع الازمه هذه ديال العمل ديال الناس اللي كيكون عندهم ديبلومات كيخدموا. اللي بغيت نقول لكم هو انه بزاف ديال الناس منكم كيهضر معايا كيكون عنده ديجا عنده ديبلوم. المهم الا انت كنتي كان عندك ديبلوم وانت باغي دير اوس بيلونغ باش انك زعما تعرف ديك الخدمه اكثر، هو بصح الا كنتي داير اوس بيلونغ في المانيا ماشي هو لا عندك ديبلوم درتي المعادله وخدمتي به، ما كتكونش عارف داكشي مزيان كما الناس اللي كانوا داروا الديبلوم في المانيا يعني في نفس المجال.
ولكن هو راه قانون جديد، يعني عندك ديبلوم راه تقدر انك تدفع به. الا كان عندك ديبلوم من الاحسن انه تكون عندك الاكسبيرينس، يكون عندك تجربه يعني واحد 6 شهور ولا هذه، من الاحسن انك تدفع نيشان خدمه بلا ما تعذبوا راسكم في الاوس بيلدونغ وهذه. المهم هادشي كيبقى حريه اختياريه، يعني بنادم بوحدو كيبقى له الاختيار واش انه يدفع الاوس بيلدونغ، يعني يدفع التكوين يعاودو من الاول، ولا يدفع الخدمه. هذا راه كل واحد واش كيدير، ولكن غير باش الناس انهم يعرفوا، لانه كاين اللي غالطين وكيسحب لهم انه الا بغيتي دير تكوين في واحد المجال خص يكون عندك عليه ديبلوم. هاد الحوايج راه قلتهم في فيديوهات بزاف وكنعاودهم، لانه كل مره كيدخلوا لنا جداد اللي كيشوفوا الفيديوهات وكيحطوا اسئله اللي انا كنكون ديجا هادر عليهم في فيديوهات كاملين. اي غدخلوا لاشين، اي فيديو، اي تساؤل عندكم على حسابات شي ديال الهجره ولا اوس بدون نقول هادي، راه غتلقاوني ديجا هادر عليهم كاملين. المعادله ولا اي حاجه غتلقاوني هادر عليهم في الفيديوهات القدام، ديجا داير بزاف المواضيع، يعني كاع المواضيع اللي يكون عندكم فيهم تساؤلات هادر عليهم كاملين. يعني بلاص تقدر انك تحط كومونتير وما نجاوبكش عليها، راه غتلقى فيديو، ولا تصيفط ليا ميساج في الانستغرام وفي حاله ما جاوبش راه كاين فيديو، فهمتوا؟ يعني راه عندي بزاف ديال الفيديوهات اللي هضرت عليهم في هذه المواضيع كامله، يعني عاطيكم الاجوبه ديالهم كاملين، راه كاينين فيديوهات. بعد المرات كنضطر انا نبقى نصيفط الفيديوهات، تقدر انك ما تبقاش تجاوب في كومونتير بزاف ما كتلقاش الناس اللي كيهضروا معايا بريفي، كنحاول انا نصيفط لي ليان ديال الفيديو نيشان كيكون مشرح في داكشي اكثر على داكشي اللي نقدر انا نقول، لان ديك اللحظه اللي كنكون شرحت فيها كنكون قلبت على معلومات قبل ومتاكد منهم، وعندي بزاف ديال الحوايج يعني عارف معلومات بحال اللي هضرت عليهم فيديوهات قبل. نقدر نكون ديك المعلومات نسيتهم، دابا بزاف ديال الناس كيهضروا معايا شي حوايج كنلقى راسي نسيتهم، ما كنبقاش عاقل على كلشي، ولكن ديك اللحظه اللي كنكون درت فيها الفيديو كنكون ما درتو تقلبت على المعلومات جمعت معلومات مزيان وتاكدت منهم، وهذه عاد كنكون درت الفيديو. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للقنصليه، راه حاله عادي راهم خدامين، غير هو داكشي قليل من شهر 7 ممكن انهم يحلوا. بالنسبه لهذا القانون اللي بغيت نقول لكم مثلا، انه الناس اللي عندهم تكوين يعني عندهم ديبلوم، راه كاين القضيه ديال الخدمه، راه ماشي شرط من الشروط انه يكون عندك ديبلوم انك تدفع التكوين. هو القنصليه طالبات بانه يكون عندك واحد الفوكينغ نيسه، يعني كتكون عندك واحد المعارف، واحد زعما واحد عارف على داك الدومين ديالك، داك المجال اللي انت باغي دير فيه تكوين، تكون عارف عليه شويه وصافي. يقدر انك ماشي ضروري انك تبرهن داك المعرفه ديالك لداك الدومين، تبرهن عليها بوراق يعني ديبلوم ولا ستاج ولا هذه، تقدر انك في لاس موتيفاسيون تكتب ليهم شي حاجه بانك انت راه عندك زعما مع هاد الدومين فايت درتي فيه فايت هذه. الا كان ستاج ولا كان ديبلوم حتى هو مزيانه، ماشي زعما شي حاجه ما مزياناش. المهم ما عقلتش بالضبط شنو النقطه الاخرى اللي كنت باغي نقول. المهم اعداء الاوس بيلدونغ القنصليه كما قلت لكم حاله، المهم الله يوفقكم ان شاء الله، وكان هذا هو الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.